تعدى عليا، حقرني وحقر لي ولادي. دابا وليداتي صغاري مخلوعين، الحالة عمره في حياتهم ما شافوني في ديك الحالة هذه. كنشوف هيك قرعة ضربت لي في الراس ديالي، كنشوف عين النجوم. مطار كل شيء مقلوب من هنا، يدالي كاسادوراس، دالي الهوايج، دالي تينيفون. كنعرف نجيب 50 درهم في النهار ديالي، تبارك الله، وكنعيش عندي 4 دلعواولي ماهم 5. السلام عليكم، الاسم محمد العربي بالروح، ساكن في العوامة حي القنبورية. كنت ماشي في حالي من الخدمة نهار الثلاثة، نهار الثلاثة في الصباح، يعني خدمت 3 سنين وما جيت الثلاثة في الصباح، يعني في الأربعة ونص الصباح ماشي في حالي للدار عند وليداتي. واحد الإنسان أخا يتعدى عليا، ماشي في الطريق ديالي، طالع في هذه النية ديالي طالع. حتى قلت له السلام، وكان عارف هذا الانسان، يعني عندي معرفه ما غير السلام ما فايتاش. الانسان هذا اخي كان عنده واحد جد الكلاب، ماشي قلت له السلام عليكم، وعليكم السلام. واحد شويش خلاني خلفت واحد جد الخلفات، واحد شويش كان سمعي اتاك ديك الكلاب، سمعت اتاك، ما عرفتش شنو ديك اتاك. واحد شويش ديك الكلاب، واحد الكلب كان عنده في يده شابر، عنده السنسله، واحد مطلق عنده، ديك اللي مطلق بحال اللي زيرني شي حاجه. واحد شويه كنسمع كنشوف تاي اخر طلقوا عليا بجوج بيهم، من اللي زيرني مع الجراح لابس ما عطونيش، من اللي زيرني ملي شافني انا كنتفافى معاه. واحد شويه كنشوفه عيد ضربني بقرعه، كنشوف عيد قرعه ضربت لي في الراس ديالي، كنشوف عين النجوم تقلبت مره، ما هربت. واحد الساعه بحال اللي هربت له، فهمتي؟ من اللي هربت له تحت انا في باب الزنقة، داري سوارز ديالي، داري سوارز للدار، تخلي الدار، دخلنا الدار. انا حرزت الله، عندي فوقي، عندي العواون فوقي كيشدوا عليهم الباب، كيعرفوني انا حتى كندق عليهم. لا ما دقيتش عليهم، عندي واحد الدقه خاصه كندق عليهم، لا ما دقيتش عليهم ما يفتحوليش، فهمتي؟ هو وعيا كيضرب في الباب. هنا الدنيا هذه اللي كتشوفوا هنايا كامله كانت مرونه، مطار كل شيء مقلوب من هنا، داري كاسادوراس، داري الحوايج، داري تليفون. الانسان هذا تعدى عليا وما عرفتوش حتى علاش تعدى عليا، ما عندي معاه عيب، ما عندي معاه صداع، واصلا انا ماشي ولد المشاكل. هاد الناس الحو ما كيعرفوني، واصلا انا معروف هنايا في دار التونسي، معروف في اي بلاصه، عي سقسيتي على سيدي خاي راه معروف. الانسان هذا تعدى عليا، حقرني حدا ولادي، حقرني، خلع لي ولادي، خلع لي الحياه ديالي، قلب لي راسا على انا نضر بحال اللي ما بقاش، ما بقيتش كنشوف مزيان. اطباء انت كتشوف واحد بلعاد دواوات، واحد بلعاد كذا. البارح عاد خرجت من الطبيب 8 ايام وانا في الطبيب، وانا شابر كوم. هذا الانسان هذا اخي تعدى عليا، وما عرفتوش يا اخي كيفاش تعدى عليا. ما ظنيتش هذا الانسان غيتعدى عليا، مر ما ظنيتوش. هو حقر ساكن في بير الغازي، كيقولوا له محمد الروي. المهم انا بوليس جاون عندي تما الطبيب، وكنت في واحد الحاله يعني ماشي هي هذيك. المهم قلت لهم واحد شويه التفاصيل، وباقي ما رجعتش عنه، خصني نجيب يعني مثلا الشهاده. وعاد قالوا لي خصك تجيب الشهاده عاد نقدروا هذا الانسان مشي ونشبره، فهمتيني كيف؟ يعني بلا شهاده ما يمكنناش يعني اجراءات قانونيه نكملوا معك ديك الاجراءات القانونيه. تعدى عليا، حقرني وحقر لي ولادي. دابا وليداتي صغاري مخلوعين، كي شافوني في ديك الحاله عمره في حياتهم ما شافوني في ديك الحاله هذيك. وليداتي مخلوعين، عندي واحد العيل بوبري بعد النعاس ما كيجيش، الله ما بقى كيجي النعاس مر، حتى الدار ما كيبغيش يفاس فيا. دابا دايما كيعود عند عزيزه، كنقول له بس با ديالي، كيقول لي والو ما نقدرش، انا كيخاف. وهذا الانسان هذا راه باقي مطلق في الزنقه، وانتم دابا راه الحاله ديالي ولات تحسنت شويه، فهمتي؟ اما راه كنت شتيني في الحاله ديالي، دابا نوريك التصاور، او ما عندي التصاور هنايا نوريك كيفاش كانت الحاله ديالي وكيفاش كنت وكيف. الحمد لله الكرم من الله تعالى وتبارك، وقف معنا هذا الانسان هذا. ما يزيد ما دام تعدى عليا يقدر يتعدى على واحد اخر، يتعدى على واحد اخر، يتعدى على واحد اخر، يبقى يتعدى على الناس بزاف. الانسان هذا كنطلب من القانون يعني ياخذ لي الحق ديالي، انا كنطلب عليه الحق ديالي، ما كنطلب والو. عنده شي حاجه كان يقولها لي نعطيها له، كان خصو الفلوس نعطيوهم له. حنا ولاد الناس، حنا ماشي من ديك الناس، ساقسيو علينا، الناس كيعرفونا،
الناس كيفهمونا احنا الحمد لله كاخذ بعرقنا، ما عمرنا ادينا شي ولد الناس، ما عمرنا حقرنا الناس، ما عمر اصلا ما عمري انا سرقت، ما كنعرفش حتى السرقه، كنعرف نجيب 50 درهم في النهار ديالي تبارك الله، وكان عايش عندي اربعه العواول يما هم خمسه، وكيفاش اخي عن هاد الناس هادو والقانون ناسينا كتشوف دابا حنا ديكلارينا بها، قالوا لي جيب عي الشهاده وحنا نمشيو نكملوا الاجراءات ديالنا. هو ديك النهار عاوجان عندي تنطبي نهار الجمعة وأنا في واحد الحالة لا يرتى لها، وجان عندي تان الطبيب وكي وكنشوفو وتزاد عليا الحال والنفسية ديالي كانت زادت مرتت ملي شفتو في الطبيب تابعني حتى الطبيب، ما عرفتوش علاش تابعني هذا الإنسان هذا، ما فهمتش يعني مثلا كيفاش تابعني تان ضربني وتعدى عليا وتخلي تان الدار ديالي وسرقني في وسط الدار ديالي، ما عرفتش يا اخي شني عندي مع الخاوه ديالي، ما نكذبش عليك انا هذا الانسان هذا حقرني لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.